راح يكون القمة من 8 إلى 10 مارس. في يوم 8 راح يكون في اجتماعين، اللجنة العالمية وأيضا اللجنة العربية، وبعدها راح يكون في احتفالية في يوم المرأة العالمي الساعة 7 في بيت العثمان، ويوم 9 راح يكون في الانطلاقة القمة اللي هو التسجيل بداية الساعة 8:30، وبعدها المحاور اللي هي الخمسة اللي راح نتكلم عنها، الذات والأسرة والمجتمع والدولة والعالم، إلى الساعة 4 عصرا، وبعدها راح يكون في رحلات حق الوفود اللي جاية من الخارج، وأيضا كذلك راح يكون في تاريخ 9 مارس أيضا التكملة، وهم إلى الساعة 4 عصرا، وبعدها ننتهي هم أيضا في جولة حول الكويت للوفود.